مديرية الصحة في طول كرم أبوابها مفتوحة متى يوم السبت؟ هكذا جاء ضمن هذا الإعلان الذي نشر من قبل المديرية. ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نذهب إلى الدكتور عبد الفتاح الدرك، مدير مديرية صحة طول كرم. أسعدت صباحا دكتور. صباح الخير إليك ست وفاء ولكل المستمعين عبر راديو السجون. أهلا وسهلا، صباح الخيرات. يعني هنالك كان قد صدر إعلان من قبل حضرتكم في المديرية بخصوص أن صحة طول كرم ستكون أبوابها مفتوحة يوم السبت، صحيح؟ نعم. يعني حدثنا أكثر، ما الذي أدى إلى اتخاذكم مثل هذا القرار؟ طبعا يعني مثل ما بتعرف مع بداية كل عام يعني التأمين الصحي بحاجة إلى التجديد، وهناك الكثير من المواطنين الذين يؤجلون أنفسهم لعمل تأمين جديد في بداية العام. طبعا حجم العمل كان كبير جدا، والضغط على دائرة الصحة كان يعني غير مسبوق في هذا العام لعدة أسباب. السبب الأول اللي هو التجديد مثل ما قلت، السبب الثاني أنهم المواطنين جميع عملوا تأمينات جديدة مشان يستغلوا فترة سريان المفعول بعد 3 شهور من عمل التأمين الصحي. طبعا هذا أدى إلى ضغط شديد في العمل، حاولنا استيعاب هذا الضغط بالتسهيل على المواطنين في زيادة عدد الكوادر وزيادة الكمبيوترات، وأيضا ارتأينا أن من أجل مصلحة المواطنين وتسهيل الوضع عليهم أن نفتح أبوابنا يوم السبت ل تهيئات وتمشيات معاملات المواطنين، علما انه احنا يعني في مراكزنا الصحيه اصدرنا تعليمات ووعزنا للجميع بعدم النظر للتامين المنتهي صلاحيته ب 31/12، انه ما يتطلعوا على هاي ريتما على الانتهاء ريتما مسألة الجميع بإذن الله تعالى. إذن من الساعة 8 صباحا ولغاية 3 عصرا يوم السبت الموافق كامل يوم السبت فنهي بجميع المواطنين اللي عنده معاملة، اللي بده يعمل تأمين جديد، اللي بده يجدد تأمينه، أيضا طول أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. نعم، جميل جميل جدا، مفتوحة الأبواب للتسهيل على المواطنين وسهولة حصولهم على خدمات على خدمة التأمين الصحي. لكن الأبواب أبواب مديرية الصحة ستكون مفتوحة استثنائيا هذا السبت. نعم، استثنائيا فقط لغاية التأمين الصحي والمعاملات الجديدة والتجديد والمعاملات الطارئة. نعم، وبالتالي نأمل من السادة الكرام من المستمعين والمستمعات أن يستغلوا هذا الإعلان وهذا الحدث وهذا التعاون من قبل مديرية صحة طول كرم من أجل مصلحة المواطنين وتسهيل المعاملات بالتأكيد. فبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق، ويعطيكم ألف عافية دكتور عبد الفتاح، دمتم دائما بكل العطاء المتواصل والتعاون دوما. وبالتأكيد وجه لك التحية الصباحية ولكل الكرام العاملين والعاملات في مديرية الصحة. إذن مرة أخرى نذكر أن يوم السبت المقبل 18 من هذا الشهر، يعني 18/1/2020، من الساعة 8 الصبح ولغاية الساعة 3 عصرا، من مديرية صحة طول كرم الإعلان صدر أن الأبواب ستكون مفتوحة يوم السبت من الساعة 8 ولغاية الساعة 3 من أجل إنجاز في قسم التأمين الصحي حتى يتم التوضيح لتسهيل على المواطنين من أجل إنجاز المعاملات الخاصة في التأمينات. شكرا جزيلا.